الكل يعرف انه البصره تعرضت لحملات تشويه كبيره بحقها وبحق اهلها. هذا الشيء اثر بصوره سلبيه على الوجه المدني للبصره، يعني عرفوا البصره مجرد زعات عشائريه، مجرد تخلف، مجرد كذا وكذا وكذا. المهم معرض البصره الدولي خطوه مهمه وحدث تاريخي مهم يعكس صوره المدينه البصره اللي تعرضت لحملات تشويه كبيره جدا، حملات ممنهجه تكاد تكون ممنهجه ومتعمده. معرض البصره حدث ثقافي مهم حضر به الطيف البصري ككل، خطوة جيدة جدا لعكس الصورة المثقفة للبصريين وحبهم للكتب، حبهم للاطلاع، حبهم للثقافة. أما بخصوص احنا فريق تطوعي خرجنا من ساحة اعتصام البصرة، اليوم عندنا مبادرة بمعرض البصرة الدولي للكتاب، مبادرة لعكس الصورة الحسنة للاحتجاج. تذكر كل يعرف أن تشرين تعرضت الحملات طعن كبيرة جدا بحق الشباب، صوروا الشباب أنه هم فقط حرق طارات وبمبا، فقط هذه تشرين اختصرت فقط بالإطار المحترق. احنا اجينا هنا نريد نثبت العكس، نثبت أنه شباب تشرين وشباب الاحتجاج وخاصة أنه فريق ثورة وكتاب اللي ينطلق من رحم الاحتجاج شباب مثقفة محبة للعلم، محبة للكتاب، محبة للإطلاع، محبة لكل شيء يتعلق بالثقافة العالمية والعراقية. فإحنا اليوم نزلنا مبادرة لعكس الوجه الحسن لتشرين وأيضا لتعريف الناس بحب الشباب للكتاب. هسه مبادرتنا إحنا جمعنا مثل ما نقول مقتطفات من الكتب اللي قرأها الشباب وعرضناها على المعرض حتى نبين صورة الحسنة لتشرين. هاشتاغ ثورة وكتاب. احنا اساسا انطلقنا من ساحة احتجاج البصرة في المظاهرات، انطلقنا كفريق كنا فريق صغير والان احنا فريق من الشباب والبنات، طلقنا هذه المبادرة والان احنا فريق كبير، ان بصمة في البصرة، فريق ثورة وكتاب، وان شاء الله المستقبل والقادم افضل. معرض البصرة الدولي اللي أقيم طبعا هواية غير صورة كبيرة عن البصرة، وهواية إلى إقبالية من القراء الشباب والكبار، وأيضا الفن اللي موجود في البصرة صار صورة كلش جميلة وأعطى صورة يعني جميلة لباقي المحافظات. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية الأمر إقامة معرض للكتاب في محافظة البصرة يعطي بصمة جميلة ويعطي نقلة لمحافظة البصرة بإعطاء صورة لمحافظات العراق وللعالم الخارجي بأن البصرة أو العراق ليس للقتل والترهيب وليس للخراب والدمار وإنما للثقافة والحب والحياة. في بداية الأمر احنا فريق ثورة وكتاب اجتمعنا في ساحة اعتصام البصرة بفريق مصغر من أجل نقل صورة مغايرة للاحتجاج، مغايرة لما كان يتحدث عنه الإعلام الاحتجاج أو المتظاهرين فقط للحرق والتخريب وإنما للثقافة. اجتمع هذا الفريق داخل هذه الساحة لتوعية الناس وأن نستدرج الناس لقراءة الكتب بالمجان داخل خيمة مصغرة في مكان معين من ساحة اعتصام البصرة، ساحة الحرية أو ساحة البحرية. اليوم من معرض البصرة الدولي فريق ثورة وكتاب. ثورة وكتاب هي الوجه الثقافي في محافظة البصرة لاعتصام البصرة اللي صار ب 2019. كل مهمته كانت انه توصل الوعي والثقافة وطريقتك للقراءة
داخل الاعتصام. شبابنا ما شاء الله شباب تشرين أكثرهم امتازوا بالوعي، الوعي الثقافي اللي هم طلعوا على أكثر من كتاب وتوجهوا. اليوم كانت عندنا مبادرة نبذة عما قرأ شباب ثورة وكتاب. شباب ثورة وكتاب قرأوا أكثر من كتاب داخل الخيمة اللي كانت موجودة عندنا محافظة البصرة، وإحنا اليوم بمعرض البصرة الدولي حبينا نوصل فكرة إنه شباب تشرين مو الشباب اللي تحرق ولا تسوي مشاكل ولا عندها غير توجهات، إحنا شباب البصرة الحقيقيين، الشباب الواعي اللي يوصل فكر نموذجي عن الشاب البصري بحيل الله.